كابتن حسام البدري المدير الفني بينفي امتلاكه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي. عارفين الفترة اللي فاتت كابتن حسام لاحظ انه في حد عامل اكونت باسمه، حاطط صورته وكاتب اسمه، وبيبدأ يتخاطب ويرد على الناس ويناقش الناس ويتخانق مع ناس ويهاجم في ناس على انه حسام البدري. فالكابتن حسام بيقول انا ماليش حساب اصلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وان انا جد عارف جدا اكتشفت في ان ملاحظة ليا سبع هذا حسابات المزيد. وانا ماليش ولا حساب. ليك سبعة. ماليش ولا حساب. ولا حساب.